الحمد لله في هذه الأيام المباغتة من عدة محاور والسيطرة على مواقع رئيسية وفتح المنافذ اليمنية، وتم بفضل الله سبحانه وتعالى دحر الانقلابيين الموالين المخلوع علي عبدالله صالح وجماعته المتحوثون التابعون لإيران. وفي خلال هذه الفترة الوجيزة ماذا بإذن الله سبحانه وتعالى ستسمعون بالأخبار وحسب الموقف مع هؤلاء الخارجين عن القانون وعن شرعية الدولة. نحن في صعدة من عدة محاور بقيادة الشيخ هاشم السيد والشيخ مهران وبسام المحضار، وهنا الآن نحن في الطريق ومتقدمين، والحمد لله الناس القادم والشباب في عزيمة قوية، والحمد لله الحوسة فارين ولا يواجهون إلا بالألغام سلاح القبناء والهاون، ولا يواجهون وجه إلى وجه، بل والله يفرون منا.